ما المقصود بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها؟ آية واضحة، النسخ ثابت، وهو وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل. النسخ هو إما نسخ اللفظ وإما نسخ الحكم في الآية. هل المقصود أن الله أنسى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الآيات التي نزلت عليه؟ لا، ننسيها، ننسيها فيها قراءة ننسيها وننسئها أي نؤخرها، ننسيها أي نزيلها من المصحف، وإذا بدلنا آية مكان آية.